صفوف فريق نادي قلبه. كرة اللعب خطرة، الله بالتسجيل. يبدو الياس كانو اذا يفتتح التسجيل في بداية هذه المباراة، والتمريرة الجميلة اللي كانت عن طريق اللاعب غريغوري، هدف سريع جدا يأتي الان في الدقيقة الاولى. لاحظ نعم نشوفه مرة ثانية. محاولة الياس كانو، محاولة خطرة، الله في رحلة البحث عن النجاة. محمد مال الله ينتزع الآهات بالفعل من المدرجات بهدف ثاني الآن، هدف ثاني للاتحاد. الاتحاد هم من يتقدمون، الاتحاد هم من يسجلون، الاتحاد هم من يتألقون. هدف ثاني الآن للنمور، يصطادون مرمى أصحاب السعادة بالهدف الثاني، وجماهير كلبة في غاية السعادة بالفعل حتى الآن. إذا هدفين للأشياء. أن يذهب لغرفة التبديل. عموما هنا محاولة خطرة، الله في رحلة البحث عن البقاء. محمد مال الله ينجح بالتسجيل الهدف الثالث للاتحاد. غريغوري محاولة خطرة، جول الله. للمرة الثانية غريغوري ينتزع الأهات من المدرجات ويسجل الهدف. انفراد تماما للمباراة، ومرور جميل، ونهاية أجمل أيضا للاعب غريغوري. 4-1 الآن، 4-1. هل ستكون النتيجة الأثقل؟ هل هي القائمة؟ إبعاد الكرة، عادت من جديد قوية، الله! هدف من الأهداف العالمية. يسكن الشباك، والهدف الخامس للاتحاد، الهدف الخامس للاتحاد، تسديدة من مسافات تسكن المقص. يا سلام، كل شيء حلو في هذه المباراة، كل شيء حلو في هذه المباراة. هدف رائع تماما للاتحاد، تسديدة منصور أرسلها وقالها روحي.